بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا هذا اليوم هو الموت الجماعي، الموت الجماعي، ويعبر عنه بعض أهل الفرائض بالغرق والهدمة، يعني الذين يموتون بغرق أو الذين يموتون بالهدم، كأن ينهدم البيت على أهله فيموتون أو يموت بعضهم. إذن ما هو تعريف الموت الجماعي؟ الموت الجماعي هو أن يموت متوارثون بحادث عام، بحادث عام، أن يموت متوارثون بحادث عام. بين قوسين والتبس أمرهم، إذن على هذا الموت الجماعي له خمس حالات. الموت الجماعي له خمس حالات. الموت الجماعي له خمس حالات. حالات الموتى، موتا جماعية. واحد، أن يموتوا جميعا في لحظة واحدة، أن يموتوا جميعا في لحظة واحدة، يعني مات، انهدم البيت أو حصل حادث سيارة أو سقطت طائرة أو حريق أو ما أشبه ذلك، فماتوا في لحظة واحدة، ماتوا في لحظة واحدة. يقول واحد: أنا حاضرهم، هذا محمد وإبراهيم، ماتوا جميعا، فاضت روحهم في لحظة واحدة. طيب ماذا يفعل بهم؟ قالوا: هؤلاء لا توارث بينهم، لا توارث بينهم بالإجماع، لأنهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة. الثانية، أن يعلم تعاقبهم مع التعيين، أن يعلم تعاقبهم مع التعيين. هؤلاء أيضا يرث المتأخر المتقدم. يقول: والله أنا رأيتهم، مات صالح وبعد ربع ساعة مات إبراهيم، إذن يرث ماذا؟ يرث المتأخر، يرث المتأخر المتقدم، لأنه كما تعلمون من شروط الإرث أن تعلم حياة الوارث بعد موت المورث. الثالثة، أن يعلم تعاقبهم من غير تعيين، أن يعلم إيش الثالث؟ تعاقبهم
من غير تعيين. يعني كيف؟ ناس مسافرين وصار عليهم حادث، مات منهم الزوج والزوجة، اللي أسعفهم أخذهم، حمل واحد منهم ميت والثاني مات قبل أن يصل المستشفى، فيسألونه يقول ها، قال والله أنا شلنا واحد ميت وشلنا واحد حي، طيب أيهم الميت؟ قال والله ما أدري. قال إيش؟ ما أدري. الحالة الرابعة أن يعلم أن يعلم تعاقبهم مع التعيين، مع التعيين. ثم ينسى. حصل الحادث وجاء واحد وأسعفهم ويدري إن إبراهيم توفي قبل محمد، لكن ما سألوا إلا بعد 5 أشهر. قالوا له يا فلان أنت اللي أسعفتهم؟ قال نعم. قال أيهم اللي مات أول؟ قال والله مدة طويلة نسيت. إذا يعلم التعاقب مع التعيين لكن ثم ينسى. الحالة الخامسة الجهل بحال موتهم، الحالة الخامسة الجهل بحال موتهم. والله جاءوا وإذا هم قد ماتوا، طيب من هو الأول؟ ما ندري. من هو الثاني؟ ما ندري. إذن في هذه الحالات الثلاث هي معترك موضوعنا. الحالات الثلاث هذا هي معترك موضوعنا، يعني هل يرثون أو لا يرثون؟ اختلف العلماء. الأول يموت جميعا في لحظة واحدة لا تورث بينهم بالإجماع. الثاني يعلم تعاقبهم مع التعيين، يرث المتأخر والمتقدم بالإجماع. انتهينا من الأول والثاني. القضية عندنا الثالث والرابع والخامس. الثالث قال أن يعلم تعاقبهم من غير تعيين. نعم احنا خبرينهم واحد منهم مات مكان الحادث، واحد مات عنده بالطريق، لكن أيهم ما ندري. طيب الرابعة أن يعلم تعاقبهم، أن هذا إبراهيم هو الأول وصالح هو الثاني، لكن مع طول المدة نسي. الخامس الجهل بحال موتهم، جاءوا وجدوهم أموات لا يدرون، جميع ولا متعاقبين ولا غير متعاقبين ما يدرون. إذا المعترك عندنا هو الحالات الثلاث هي التي تدخل في موضوع الموت الجماعي، هل يرثون أم لا يرثون؟ اختلف العلماء على قولين، منهم اختلف العلماء في ميراثهم على قولين، الأول التوارث من طريف المال، من تلاد المال لا من طريفه، التوارث من تلاد المال من تلاد
المال لا من طريفه، التوارث من تراد المال فقط دون الطريف، دون الطريف. لا تسألني عن التلاد والطريف، سأتيك بها بعد قليل. الثاني عدم التوارث، وذهب إلى القول الثاني أبي بكر الصديق وابن عباس، وهو رواية عن أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، وهو الراجح. الثاني عدم التوارث وهو الراجح، ما هو الدليل؟ كيف رجحنا؟ رجحناه بعدة أدلة، وهو الراجح لما يلي: واحد، أن من شروط الإرث، اضبطوا لي هذا، أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا غير متحقق هنا، فالشرط غير موجود. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، هذا مر معنا. وهنا في الحالات الثلاث هذا الشرط غير موجود، هل تحققنا حياة هذا؟ ما لا. هل تحققنا؟ ما تحققنا شيء. إذا عدم الشرط انعدم المشروط. إذا نقول الراجع عدم التوارث. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، اثنين، أن قتل الحر وصفين، لم يورث بعضهم من بعض. قتل صفين شهدها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يورث بعضهم من بعض. قتل الحرة شهدها التابعون ولم يورثوا بعضهم من بعض. ولهذا قال الإمام مالك: وهذا هو الأمر المجتمع، يعني المجمع عليه عندنا، يعني عند أهل المدينة قصده. هذا الثاني. الثالث، أن من قال بالتوارث فقد تناقض. كيف تناقض؟ لأنه ورث بعضهم من بعض المال دون بعض. التناقض هنا إيش؟ لأنه ورث بعضهم، لأنه ورثهم ورثهم من
من بعض المال دون بعض. وش بعض المال؟ هو التلات. فورثهم من التلات دون الطريف. ما هو التلات وما هو الطريف؟ التلات هو مال الميت الذي كان يملكه قبل موته، هذا التلات، مال المورث الذي يملكه قبل موته. والطريف ما هو؟ هو الذي ورثه من صاحبه. والطريف هو الذي ورثه من صاحبه بعد موته، يعني المال اللي قبل الموت يسمى تلات، والمال الذي ورثه بعد الموت يسمى الطريف. فهم يورثونه من التلات دون الطريف. لماذا؟ قالوا منعا للدور، لأنه لو ورثنا هذا ثم ورث هذا من طريف هذا وهذا من طريف هذا ما انتهت المسألة. إذن التلات ما هو؟ هو مال الميت قبل موته. والطريف ما هو؟ هو ما ورثه ممن مات معه بعد موته، هذا الطريف. إذن على هذا يتضح لنا أن موضوع الموتى الجماعي أنه موضوع مرجوح، لكن لا بد لمن يدرس الفرائض أن يأخذه. طيب إذن ننظر الآن كيف نقسم مسألة وننظر كيف يفعل به. سفينة غرقت بالبحر فماتوا، هذا يسمى موت جماعي. ناس في بيت فانهدم البيت عليهم، يسمى موت جماعي. طيب المسألة نقول سافرت عائلة فوقع لهم حادث، توفيت الزوجة والزوج عن ابن وبنت وزاد الزوج، يعني فتوفيت الزوجة عن ابن وبنت وتوفيت الزوجة عن ابن وبنت والزوج الذي معها، وتوفي الزوج عن الموجودين وجده. اقسم ماذا تفعل؟ قالوا نجعل احتمال أن الزوجة هي الميتة الأولى، ثم نقسم المسألة ونورث الزوج منها. طيب الاحتمال الثاني ما هو؟ العكس، نجعل الزوج هو المتوفى الأول ونورث الزوجة منه، والعمل كطريقة المناسخات. فمثلا نقول المتوفى الأول الزوجة، فتقول الزوجة توفيت عن زوج، يعني ورثه من التليت، زوج وابن وبنت، بس توفيت الزوجة عن زوجها وابنها وبنتها.
الزوج ماذا له؟ الزوج له الربع، والابن والبنت لهما الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة. هنا اثنين واحد. في انكسار؟ لا، ما في انكسار. طيب، ثم توفي الزوج عن الموجودين. هذا الزوج توفي، توفي عن الموجودين، اللي هو إيش؟ الابن والبنت. هنا الابن والبنت، لأن الابن والبنت ابن للزوجة وابن للزوج. وش غير ماذا غيرهما؟ والجدة. جدة. ها، كيف نقسمها؟ الجدة لها سدس. الجدة لها سدس، وهؤلاء ماذا لهم؟ لهم الباقي. المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد، كم بقي؟ بقي خمسة. كم الرؤوس؟ يلا، كم الرؤوس؟ الابن له اثنين والبنت لها واحد. كم؟ ثلاثة. تنقسم الخمسة على ثلاثة؟ ما تنقسم. إذا يسمى انكسار، يسمى انكسار. طيب، خمسة مع ثلاثة، خمسة مع ثلاثة مباينة. إذا أثبتنا كم؟ أثبتنا الثلاثة. فنضربها في ستة. ثلاثة في ستة بكم؟ ثمانية عشر. ثلاثة في خمسة، خمسة عشر. للإبن عشرة وللبنت خمسة. ثلاثة في واحد، ثلاثة. اجمع معي، اجمع. ثلاثة وخمسة ثمانية، وعشرة ثمانية عشر. الآن نريد إخراج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ كيف نخرج الجامعة؟ ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. عندك واحد وثمانية عشر، ماذا تكون؟ كل عدد مع الواحد مباينة، تكون مباينة. إذا نضعت عليها دائرة، أثبتنا الواحد وأثبتنا الثمانية عشر. بعدين صار نضرب المثبت من أصل المسألة ورثة الميت الثاني في أصل المسألة الأولى. أربعة في ثمانية عشر يساوي كم؟ أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين. أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، بل الثلاثة. وأربعة في واحد بأربعة، وثلاثة سبعة. هذه شو نسميها؟ نسميها الجامعة. بعدين نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في سهام ورثته، والمثبت من سهام الميت الثاني في سهام ورثته. نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة في أصل في سهام ورثة الميت الأول. نضرب 18 في 2، هذا ميت، هذا حتى تقدر مخط. 18 في 2 ب 36. 18 في 1 18. بعدين نضرب واحد في عشرة، عشرة. ستة وثلاثين وعشرة يصير ست وأربعين. طيب، واحد في خمسة، خمسة. 18 زائد خمسة، 23. واحد في ثلاثة، ثلاثة. يلا نجمع نشوف. ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وستة 12، بل يد واحد. مع الأربعة خمسة، واثنين سبعة. إذا حلنا صحيح. هذا الاحتمال الأول. مش احتمال الأول أن الزوجة توفيت أولا، هنا ما في زوجة، خلاص. طيب، الاحتمال الثاني أن الزوج توفي أولا. فهنا الزوج
الزوج ورثناه من تلاد المرأة من القديم، لكن لما صار ميتا أعطيناه ورثته. طيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن الزوج هو الميت أولا، فيصير الزوج موجود في المسألة؟ لا، يصير بدل الزوج ماذا؟ الزوجة. فنقول زوجة، زوجة، لعلي أخذ هذا، زوجة، إيش غير الزوجة؟ جدة، غير الجدة بنت، غير البنت إيش؟ ابن. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الربع، لا الثمن لوجود الفارع الوارث، لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الجدة لها ماذا؟ لها السدس لعدم الأم. البنت والابن لهما الباقي، لأنهم عصبة بالغير، عصبة بالغير. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 24، المسألة من 24. ثمن 24 كم؟ 3، وسدسها 4. اجمع معي 4 و 3 7، 7 من 24 يبقى 17. 17 الرؤوس كم؟ 3. 17 تنقسم على 3؟ لا، إذا هذا انكسار، إذا هذا انكسار. طيب 17 مع 3 موافقة ولا مباينة؟ لأن النظر أول موافقة والمباينة. 3 و17 على 3، 17 تنقسم على 3؟ لا، 3 على 2؟ لا، 3 على، إذا مباينة، أثبتنا الثلاثة. فنضربها في أصل المسألة، 3 في 24 يساوي 72. المصح كم صار؟ 72. ثم نضرب جزء السهم في سهام الورثة، 3 في 3 9، 3 في 4 12، 3 في 17 51، البنت 17 وللابن 34. نجمع شو، نتأكد نصير غلطانين في شيء. 4 و7 11، 11 و2 13، 13 و9 22، بليت 2 مع 1 3، 3 و1 4، 4 و3 7. نعم، الآن توفيت الزوجة عمان، ما في لها إلا الابن والبنت. توفيت الزوجة، الجدة ليست لها لأنها ليست زوج، لا علاقة لها به. البنت والابن، البنت لها رأس والابن له، له كم؟ له رأسين. البنت لها رأس والابن له رأسين. فنكتبها عشان ما تنسونها، عشان ما ننساها، ولا لو ما كتبت ما في معنى. هنا بنت، وهنا ابن. طيب ليش جعل لها مقابلها؟ لأنها هي، ما في جديد، لأنها هي ليس فيه جديد. البنت كم لها؟ لها 2 أو لها 1، والابن، والابن له 1 والبنت لها 2، أو البنت 1 والابن 2، أيهم؟ لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول البنت لها 1 والابن له 2، إذا المسألة من كم؟
مسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. المسألة من كم؟ من ثلاثة، للبنت واحد والابن اثنين. طيب الآن ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته بالمباينة أو الموافقة. ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته بالمباينة أو الموافقة. 9 و3 على كم؟ على 3 فيها 9، 3 فيها 3، 3 على 3 فيها 1. إذن وفق 9 3، وفق 9 3، وفق 3 1، وفق 3 1. نضربه في ماذا؟ نضربه في أصل المسألة الأولى. 72 في 1 يساوي كم؟ يساوي 72. هذه يسميها الجامعة. إذن الجامعة 72. الآن نريد نعطيهم نصيبهم من الجامعة. نضرب وفق أصل مسألة ورثة الميت الثاني في سهامهم من أصل من الأولى. 1 في هذا ميت قدامه خط، 1 في 12 12، 1 في 17 17، 1 في 34 34. طيب هذا ثم نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في سهام ورثته. ثلاثة في 0 0، ما زاد شيء. طيب 3 في 1 3، 17 زائد 3 كم؟ 20. طيب 3 في 2 زائد 3 في 2 كم؟ 6. 34 زائد 6 40. طيب نتأكد من صحة الحل. 0 و0 0 و2 2، 4 و2 6 6 و1 7. إذن حلنا صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.